صحيفة كوميرسانت الروسية تنقل عن مصدرين دبلوماسيين وعسكريين أن 7 طائرات روسية على الأقل دمرت بقصف على قاعدة حماميم ليلة رأس السنة، ووزارة الدفاع الروسية تعترف بالقصف وتنفي تدمير طائرتها في القاعدة. 28 شهيدا بينهم نساء وأطفال وعنصر في الدفاع المدني إثر قصف جوي ومدفعي لقوات الأسد على مدن وبلدات عربين ومسرابة وبيت صور في الغوطة الشرقية، إضافة إلى عشرات الجرحى معظمهم بحالة خطيرة. طائرات حربية روسية ترتكب مجزرة في بلدة الطوقان شرقي إدلب مخلفة 5 شهداء هم طفل وثلاث نساء ورجل، إضافة لثمانية جرحى إثر شن الطائرات الحربية الروسية 6 غارات ليلية على البلدة. فصائل من الجيش السوري الحر تتصدى لهجوم عناصر من جيش خالد بن الوليد المتهم بمبايعة تنظيم الدولة على الحاجز الرباعي قرب بلدات الشيخ سعد غرب درعا، وتقتل 10 عناصر منهم إثر محاولتهم قطع الطريق الواصل بين الحاجز وبلدة الشيخ سعد. طائرة حربية تابعة لقوات الأسد تستهدف للمرة الثانية بغارة جوية متحف معرة النعمان الأثري وسط المدينة في ريف إدلب، ما أدى إلى دمار في البناء الأثري إضافة إلى أجزاء واسعة من المتحف وعدد كبير من لوحات الفسيفساء فضلا عن عشرات القطع الأثرية. الثوار في غرفة عمليات ثوار الغوطة يعلنون أسرع عدد من قوات النظام خلال المعارك الدائرة في مدينة حرستا شرق دمشق في إطار معركة أطلقوا عليها اسم بأنهم ظلموا، وسط تقدم لكتائب الثوار لعدد من النقاط في المنطقة.